شنو تفاصيل؟ والله حسب الروايات اللي تكلموا عليها اليوم، يعني سمعنا هاي الرواية انه عنده ملعب كرة قدم، نعم، عنده احد يديره، احد الاصدقاء او احد الناس يديروا لهذا العمل. الظاهر كان يدير بشكل سيء هذا الشخص، يعني ياخذ بعض الاموال من اطفال، ما يقدم الشكل المطلوب للناس المعنية. الظاهر صار له خلاف بوجهات النظر انه اراد يبعد عن المكان. الظاهر عنده ناس يعني ميليشيات او تنظيمات، ما اعرف بالضبط شنو الموضوع، فجاءت مجموعه من الاشخاص اعتدوا عليه بشكل يعني مريع. يعني شفت الصور انا حقيقه كلش انصدمت. انت اذا عندك عداوه مع شخص ما تروح بهالحده بهالخشونه انه جاي انت قاتل. اذا كان عندك خلاف وياه على الاقل اعطي رساله انه اضربه بشكل بسيط او اعطي رساله معينه انه قطعت رزقي، بس مو لهذه الدرجه بحيث منع عن انه الكابتن عدنان درجال زار المستشفى، منع الزيارات عنه لانه كان وضعه ما يسمح استقبال الناس. نعم. واحنا نتوقع انه يتطور الوضع الصحي يعني نحو الافضل، قدرنا نعطيه وقت لانه ممنوع الزياره صارت عليه، مع الاسف تدهورت حالته الصحية. مدى مستوى الرعايه الصحيه اللي حصل عليها بالمستشفى؟ ليش ما خلوه بجناح خاص او مستشفيات الراقية نوعا ما الأهلية وغيرها؟ الكابتن عدنان درجال يعني حسب تصريحات اليوم بلغ المدير المستشفى، قال له إذا أكو إمكانية نقله إلى مكان آخر أو مسفرة أو الموضوع، قال له وضع حرج، يعني أي تحرك مو بصالح الرجل. والدليل شوف يعني أكيد كان الوضع غير 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 صحيح، والدليل أنه توفى الرجل الله يرحمه. لو كانت الرعاية أفضل، بس إذا هذا قدر بيد رب العالمين، الحمد لله على كل شيء.